بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نناقش به كيفية تصنيف سيستم النظام. ممكن انه انا اصنفه اعتمادا على خمس نقاط اساسية، او خلينا نسميها خمس صفات اساسية. ممكن نصنف السيستم على انهم ميموريلس اور ميموري، كازل اور نوت كازل، لينير اور نوت لينير، تايم انفاريانت اور نوت تايم انفاريانت، او خلينا نسميه بعض المصادر تايم انفارينج، او باوندد انبوت باوند اوتبوت ستيبل. حتى ابدا بالتصنيفات خلي اخذ مثال حتى انه يعني نقص التفاصيل المتعلقه بكل واحد من هذول النقاط على اليه تصنيفهم والمبدا اللي راح نعتمده. طيب خلي اصور بهذا الشكل. كونسيدر، ناخذ مثال كونسيدر ذا سيستم. شو عندي؟ نظام. النظام هو عباره عن دائره. خلي افترضها انه انا عندي دائرة بهذا الشكل، عندي متسع هنا، هذه دائرة، مصدر للتيار، مقدار التيار هو I of T، هذه هنا عندي متسعة، وهذه هنا عندي فولتية الاخراج اللي يتمثل مقدار قيمة ال VC، VC of T. اوكي، خلينا نفترض ان المطلوب عندي انه اولا find the equation، أوجد المعادلة التي تربط ذات relate، اللي تربط ذات relates the system input and output. أوجد المعادلة تربط الإدخال بالإخراج، وبعدين and also then determine system properties، المقصود يعني تصنيفات. اوكي، خلي ابدي هسه هنا. اول مطلب هسه انه انا كيفيه ايجاد المعادله اللي تربط الادخال بالاخراج. شو اللي عندي؟ الادخال هو عباره عن مصدر تيار هو الاي اوف تي، والاخراج هو الفولتيه. فاذا هسه المطلوب من عندي ايجاد معادله الفولتيه، بما انه هي هذه دائره بسيطه، كل مطلوب من عندي ايجاد فولتيه المتسعه. فهسه مبدئيا فولتية المتسعة الـ VC of T تساوي، عندي قاعدة لإيجاد مقدار قيمة فولتية المتسعة بدلالة سعة المتسعة، هي واحد على سعة المتسعة تكامل من ناقص إنفينيتي إلى T للتيار، باعتبار هذا التيار هو التيار اللي يمر بالمتسعة، للـ I of tau D tau. طيب هسه هذه أصبحت هسه هذه المعادلة، هذه المعادلة اللي هي تمثل الـ output، هذا هو يمثل مقدار قيمة الـ output، وهذا هو يمثل مقدار قيمة الانبوت. اذا عندي اصبحت معادلة تربط الادخال بالاخراج. اوكي، هسا خلي ابدي اولا بتصنيفنا للسيستم. هل السيستم مالتنا ميموريلس اور نوت؟ القاعدة اللي عندنا حتى يكون السيستم مالتنا ميموريلس هو انه يجب ان يكون السيستم يعتمد على اللحظة الزمنية. يعني إذا كان عندي y of t، يعني هو يعتمد على مقدار قيمة t الآنية، ما يعتمد على قيمة سابقة. زين، إذا انتبه هسه اللي هنا، أعيد هذه الملاحظة قد تكون الطالب حتى ينتبه. نقصد بالسيستم يكون ممرلس متى ما كان إنه هذا النظام يعتمد على القيمة الآنية للزمن، عند اللحظة الآنية، عند t، يعني ما يعتمد على قيمة سابقة. اوكي، يعني هنا عندي الاوتبوت، المفروض انه هذا الاوتبوت عند الواحد سكند يعتمد فقط عند قيمه الواحد سكند، ما يعتمد على قيمه الواحد زائد القيم السابقه. طيب خلي انتبه للمعادله اللي عندي. من الملاحظه هسه على المعادله اللي عندنا، واضح عندي هنا انه الاوتبوت اللي هو الفي سي اوف تي يعتمد على قيمه تي زائد القيمه الانيه، القيمه السابقه، باعتبار انه هنا تكامل من ناقص انفينيتي الى قيمه تي، فبالتالي ما يعتمد فقط على مقدار قيمة التي، بما أنه يعتمد النظام على قيمة سابقة، على لحظات زمنية سابقة، بمعنى أنه يعتمد على القيم السابقة للنظام، فبالتالي هذا السيستم not memoryless. فنقول هنا أنه الملاحظ أدي أن الـ output at time t، الـ output نمر على هذه اللحظة الزمنية t، then depends، يعتمد on input، يعتمد على الانبوت باللحظة الزمنية اللي هي t زائد and
all past inputs. النظام اللي عندنا سلي هنا أنا. اولا انه قيمه الاوتبوت باللحظه الزمنيه تي ما تعتمد فقط على قيمه اللحظه الزمنيه تي، وانما تعتمد على تي زائد القيم السابقه، وهذا واضح من التكامل اللي عندي، لانه الاوتبوت هو تكامل من ناقص ما لا نهايه الى تي. اذا تصنيفنا لهذا السيستم انه سيستم نوت ميموريلس، نوت ميموريلس سيستم. هذه التصنيف الاول. طيب خلينا ننتقل للتصنيف الثاني. التصنيف الثاني لو فرضا السيستم المطلوب من عندي هو تحديد طبيعه السيستم، هل هو كازل اور نوت كازل. خلي ارجع للمعادله مالتنا. اولا الكازل سيستم، السيستم السببي، هو السيستم اللي نعرفه انه اولا يعتمد على قيمه تي زائد القيمه السابقه لتي. يعني اذا اكتب المعادله مالتنا هسه هذه، انه انا عندي واي اوف تي اللي هو يمثل مقدار قيمه الاوتبوت، هو عباره عن في سي اوف تي اللي هو واحد على قيمه سي تكامل من ناقص ما لا نهايه الى تي لقيمه الاي اوف تاو دي تاو. زين زين، بما انه هذا السيستم مالتي تعريفنا له حتى يكون السيستم مالتي هل هو سيستم سببي او لا، خلينا ناخذ التعريف مالت الكازل، كازل سيستم نعرفه. نقول بما انه تعريفنا للكازل سيستم بشكل عام هو النظام اللي يكون ب الاوتبوت مالت السيستم مالتنا يعتمد على اللحظه الزمنيه زائد القيمه السابقه، زين، او لحظات زمنيه سابقه. فبالتالي حسب هذا التعريف ومثل ما ذكرنا، بما انه الاوتبوت للنظام اوكي يعتمد depends، يعني جاي نقولنا at time t، زين، هو يعتمد depends على قيمة الانبوت باللحظة الزمنية at time t and وكذلك على all past input، all past input يعني يعتمد على الادخال، الاوتبوت جاي يعتمد على اللحظه الزمنيه تي زائد القيم السابقه للادخالات. فبالتالي اذا حسب هذا التعريف سيستم از كذا. زين خلينا ناخذ هسه الحاله رقم 3. هل طبيعه السيستم لينير؟ 3 لينير. طيب اللينير سيستم هو السيستم اللي ينطبق عليه مبدا السوبر بوزيشن، هو النظام اللي يحقق مبدأ السوبر بوزيشن. يعني خلي افترض هسه اللي هنا انه انا عندنا التيار مالتنا الاي اوف تي يعطى بالمعادله التاليه، الفا 1 اي 1 اوف تي زائد الفا 2 اي 2 اوف تي. خلينا نفترض بهذا الشكل المعادله. اذا كان الاي 1 اوف تي يعطينا شنو؟ اخراج واي 1 اوف تي، وكان الاي 2 اوف تي يعطيني اخراج واي 2 اوف تي. اوكي اذا المفروض هسه هنا زين، المفروض هذا يعني then اذا كان قيمه الاي اوف تي اللي هو اي 1 اوف تي زائد الاي 2 اوف تي اذا اعطيناهم اثنيناتهم ادخال، المفروض يعطيني واي 1 اوف تي زائد واي 2 اوف تي، طبعا مضروب في كونستانت. اذا تحقق هذا الشرط السيستم لينير. خلينا نشوف ينطبق هذا المبدا ولا لا. ارجع للمعادله مالتنا، واي اوف تي تساوي واحد على السي تكامل من ناقص ما لا نهاية إلى تي. الاي اوف تي فرضت هذه المعادلة، فأعوض الفا 1 اي 1 اوف تي زائد الفا 2 اي 2 اوف تي، هنا راح يكون عندي دي تي. طيب هذا التكامل أجزئه، راح يكون عندي واحد على سي تكامل من ناقص ما لا نهاية إلى تي لألفا 1 اي 1 اوف تي دي تي، اوكي، زائد واحد على سي تكامل من ناقص انفينيتي الى تي لالفا 2 اي 2 اوف تي دي تي. اوكي هسه اذا انتبه على المعادله اللي عندنا هنا، انه هذه اقدر اجزئها، بمعنى انه السيستم مالتنا انه هذا الحد هو يمثل الفا 1، بطلع هذه اللي برا، يصير عندي واحد على تكامل كذا في مقدار قيمه، هذه مثل مقدار قيمه الواي اوف تي، زائد هذا الحد هو يمثل قيمة الألفا 2
في قيمة الوايت هو of t. إذا بما نتحقق عندي مبدأ السوبربوزيشن، إذا سيستم لينير، إذا سيستم is linear. أوكي. طيب خلينا ننتقل هسا للتصنيف مالتنا الآخر، هل السيستم هو تايم انفاريانت أو نوت؟ هنشوف طبيعة النظام هل هو تايم انفاريانت أو نوت. زين. فإذا أربعة تايم انفاريانت. زين. التايم انفاريانت إذا كان السيستم مالتي أصبح بشيفت بمقدار قيمة الزمن، يعني إذا كان عندي I of T أو خلينا نقول إنه إذا كان عندي X of T أعطيني Y of T، هالمرة إذا الأنبوت أصبح بشيفت بمقدار قيمة زمنية معينة، هل إنه الأوتبوت راح يتأثر بمقدار قيمة هذا الشيفت أو لا؟ يعني بمعنى حتى يكون السيستم مالتنا تايم انفاريانت، إذا كان الإدخال مالتي I of T ناقص T نوت شيفت بمقدار قيمة زمنية معينة اللي هي T نوت، هذا خلي أفترضه يعطيني Y1 of T. اوكي زين، هل اذا تحقق الشرط التالي، هل انه y1 of t هو نفسه يمثل قيمه الواي of t ناقص t نوت؟ اذا تحقق هذا الشرط السيستم مالتنا تايم انفاريانت. واضحه سوى ولا لا؟ يعني انا عندي الادخال مالتنا، هذا الادخال، الادخال بدل ما كان عندي i of t هالمره لا اصبح بشيفت بمقدار قيمه t نوت، المفروض انه اي شيفت بالادخال اذا كان يقود الى شيفت بالاخراج السيستم تايم انفاريانت. اوكي خلينا نحقق المعادله مالتنا نتاكد من هذا الشيء. الواي 1 او خلينا نقول بصوره عامه الواي اوف تي معادلته هي 1 على سي تكامل من ناقص ما لا نهايه الى تي للاي اوف تاو دي تاو. هذه معادلتنا. اوكي هاي المعادله النظام مالتنا اللي اشتقيناها. طيب هسه خلي ابدي اطبقها على القاعده اللي عندنا اللي هي من هو راح افترض ان الادخال مالتي اي تي اوف ناقص تي نوت، شنو سمينا الاخراج واي 1، اذا واي 1 اوف تي هو يساوي 1 على سي تكامل من ناقص ما لا نهايه للتي لحاله الاي اوف تاو ناقص تي نوت دي تاو. اوكي طيب هسه راح افترض هذا الكميه خلي نسميها لامدا، يعني افترض انه لامدا هي تاو ناقص تي نوت. اوكي طيب اذا دي لامدا هي نفسها الدي تاو، حدود التكامل طبعا مبنيه على اساس منه التاو بهذا الشكل باعتبار تكاملنا للتاو، فاذا كان مقدار قيمه تاو ناقص ما لا نهايه لامدا ناقص ما لا نهايه، واذا كان عندي مقدار قيمه تاو تساوي لنا تي راح يكون عندي مقدار حدود التكامل راح يساعدني من هذه النقطة باعتبار انه راح اطلع استخرج مقدار قيمة تي، فإذا كان عندي مقدار هذه راح يصير عندي تي ناقص تي نوت. اوكي فإذا حدود التكامل مالتنا راح تكون انه قيمة الواي 1 اوف تي راح تكون مساوية إلى 1 على سي تكامل من ناقص ما لا نهاية إلى تي ناقص تي نوت، بدل ما كان عندي تي أصبح تي ناقص تي نوت. اوكي للآي اوف لامدا دي لامدا. طيب هذا شو تمثل لي؟ إذا كان 1 على سي تكامل لناقص ما نهايتي للآي اوف تاو دي تاو هذا واي اوف تي، هالمرة بدل ما كان عندي تي أصبح بي شيفت، إذا هذا يمثل مقدار قيمة الواي اوف تي ناقص تي نوت. إذا التأثير اللي صار عندي اللي هنا أنه الشيفت اللي صار على الإدخال أدى أنه يقود إلى شيفت بالإخراج، وبما أنه هالشكل إذا طبيعة السيستم نقول السيستم is time invariant. اوكي التصنيف او خلينا نقول الخطوه الاخيره انه هل طبيعه السيستم مالتنا هو باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل، كيفيه تصنيف السيستم على اساس هذه الخاصيه. راح دائما المبدا اللي هنا هسه اذا كان الادخال من اسمه انه باوندد انبوت، اذا كان الادخال محدد او محدود يقود الى اخراج محدود طبيعه السيستم هو بيبو ستيبل، اذا ما تحقق الشرط اذا النوت بيبو ستيبل. طيب خلي افترض انه انا عندي باوندد انبوت، راح افترض هنا انه الادخال مالتنا الاي اوف تي هو عباره عن يو اوف تي. اوكي زين وهذا هنا نقول باوندد انبوت، خلي اشوف تاثيره على الاخراج.
الإخراج مالتنا اللي هو الواي أوف تي هو عبارة عن واحد على سي تكامل من ناقص ما لا نهاية إلى تي. الإدخال مالتي بدل ما كان هو الآي أوف تي راح يصير منه اليو أوف تي. زين، وهذه طبعا راح نسميها يو أوف تاو دي تاو باعتبار تكامل تي. زين، هذا شو يساوي لي؟ هذا الحد، هذا الحد، هذه انه تكامل من ناقص ما لا نهايه للتي لليو تستب هو رام فانكشن، يعني هذا راح يكون هو واحد على سي ار اوف تي. طيب هل الاخراج مالتنا محدود؟ خلي ارسم الاوتبوت، هذه الاوتبوت راح يكون عندي الرام هي داله مستمره للانفينيتي، تي تقترب ما لا نهايه، هذه تي، وبالتالي شنو النتيجه اللي هنا؟ انه الاخراج مالتي هو نوت باوندد. فبالتالي اذا صار عندي القاعده اللي هنا انه بما انه الاوتبوت مالتنا غير محدود، اذا طبيعه السيستم اذا هو نوت بيبو سيستم او بيبو ستيبل سيستم. اوكي، اذا صار عندي واضح اليه تصنيف السيستم، انه كل واحده من هذول النقاط كيفيه تحديدهم وتفصيلهم طبعا يعتمد بالدرجه الاساس على طبيعه النظام. هنا فقط اخذنا مثال بسيط، وجدنا العلاقه، وعلى اساس هذه مثل العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت بدينا بالتصنيفات. قد يختلف السيستم، لكن لازم في كل الاحوال انت تكون عندك العلاقه او المعادله تربط ما بين الاوتبوت والانبوت وتطبق عليها هذه القواعد.